يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان ذلك جائز فكيف تكون؟ لا تجوز زيارة النساء للقبور مطلقا، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للنساء أن تزور القبور، لا الرسول ولا غيره، لعموم هذا الحديث. نعم.